وهم من واسي صاحب الزمان عجل الله فرجه. وعبود غفله شي يقول رحمه الله عليه، والله يحكاية خلنا نقراها هيك قبل النعل، يعني الليله نقرا مصيبه فاطمه. يقول الباب كلها جذوع، الجذع خفيف لو ثقيل بويا، انت عاقل تتفتهم. الباب كلها جذوع وثقيلة وزن، ولو هو تعلقاع ترجنها رجن. عجيب يا اخواني، انا كنت بدولة بعيدة بدول اسكندنافيا، كنت قبل مدة دول اسكندنافيا، وهناك وناس تنوح وتبكي على فاطمة. اي والله، وحاجيت ام الحسن علم البر، قلت لها ام الحسن شرق الارض وغربها تنوح عليك الناس هناك، ام ناس مثلكم خيرين ومؤمنين هناك، وتنحب الناس ويصيحون يا فاطمة. الباب كلها جذوع وثقيلة وزن، ولو هو تعلقاع ترجنها رجن، طبقا على ام الحسن. واويلا واويلا، طبقا على ام الحسن طبق الجفن، والله طبق الجفين، وقام يعصر هالعدو بحيل. الزهراء في مثل هذه الليلة بأبي وأمي استعدت للرحيل. الزهراء بأبي وأمي خرج أمير المؤمنين إلى المسجد، وأخرجت الحسن والحسين إلى أحد بيوت بني هاشم، ثم اغتسلت بأبي وأمي وتطهرت، وبعد ذلك لبست أطهر ثيابها والتفتت إلى أسماء، قالت يا أسماء سأدخل حجرتي أقرأ القرآن، إن خفت صوتي كلميني، إن أجبتك وإلا فاعلمي أني راحلة عنكم. الزهراء في حجرتها آجركم الله تقرأ القرآن، وإذا صوتها خفت شيئا مشيئا. خفت صوت الزهراء شيئا فشيئا إلى أن سكتت مولاتنا فاطمة، نادتها أسماء من وراء الجدار من وراء الباب، يا سيدة النساء، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد المصطفى، فما من جواب. فتحت الباب، لما دخلت أسماء لما دخلت أسماء وجدت مولاتنا فاطمة في محرابها ملقاة على وجهها. رحم الله من نادى ثلاثا يا زهراء، حاولت أن تحرك مولاتنا فاطمة، مدت يدها عليها فوجدتها قد فارقت الحياة. رحم الله من نادى يا فاطمة، آجركم الله. غطت مولاتنا فاطمة
وخرجت وأغلقت الباب تنتظر قدوم أمير المؤمنين. بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق، فتحت أسماء الباب وإذا بهما الحسن والحسين. سلمت عليهما وسلما على أسماء، فالتفتت إليهما وقالت: يا أولاد رسول الله، ما الذي جاء بكما في هذه الساعة؟ ألا يا أسماء لقد اشتقنا لأمنا فاطمة. لقد اشتقنا لأمنا الزهراء فقدمنا. التفتت إليهما وقالت لهما: إن أمكم الزهراء نائمة في هذه الساعة، فدعاها تستريح قليلا. قال: يا أسماء، إن أمنا فاطمة لا تنام في هذه الساعة، إنما أمنا الزهراء في هذه الساعة تجلس في محرابها. حاولت أن تمنعهما، قالت لهما: دعاني أضع لكما طعام تأكلانه. قال: يا أسماء، منذ متى نأكل من دون أمنا فاطمة؟ نحن لا نأكل لوحدنا بمفردنا، إنما نأكل مع أمنا وأبينا. حاولت أن تمنعهما ما استطاعت، حتى دخلا إلى الحجرة فوجدا أمهما نائمة في محرابها مغطاة، الحسن عند رأسها، الحسين عند قدميها. الحسن ينادي: أمه كلميني، أنا ولدك الحسن. الحسين ينادي: أمه. أمه أنا ولدك الحسين كلميني. فما من جواب. آجركم الله، رفع الإمام الحسن الغطاء عن وجه أمه فنظر إليها. التفت إلى أخيه الحسين، قال: أخي يا حسين، عظم الله لك الآن، إن أمنا الزهراء ميتة. خرج الحسن والحسين يركضان يهرولان متجهان إلى المسجد، يريدان إخبار أمير المؤمنين. في باب المسجد أوقفهما أحد أصحاب رسول الله، قال: ما بالكما يا أولاد رسول الله؟ لماذا تبكيان تصيحان تركضان؟ هل تذكرتما جدكما رسول الله فتكونا بهذا الحال؟ قال: لا لا، ولكن ما تدوم الأمور. إلى كل أم طيبة، إلى كل أم صالحة، إلى كل أم خيرة: يما يا يما يا يما يا. إذا فاقد أمك الله يرحمها ويصبرك عليها، بس إذا عندك أم صير خادم لها، حبها من ايدها ورجلها. اذا عندك ام. دخلا الى المسجد، امير المؤمنين جالس بين اصحاب رسول الله، نظرا اليه من بعيد، نادى بصوت واحد: ابا ابا ابا، لقد ماتت امنا فاطمه.
تقول الرواية أن أمير المؤمنين تعظم الأجر واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. توجه إلى الدار لكن أمير المؤمنين أول ما مشى وقع على وجهه. وقع أمير المؤمنين على وجهه من شدة المصيبة. أنا طحيت طحيت لا حيل بي أقعد ولا أقوم. طحيت لا حيل بي أقعد ولا أقوم والله ولا أقوم. صرت مركز يا الشيعة لكل الأمور. إذا عندك عبرة وإذا عندك دمعة امشي وياي إلى كربلاء وباكر نكمل مصيبة فاطمة باكر إن شاء الله. امشونا إلى كربلاء. زينب واقفة على مصرع الحسين وشافت أخوها الله الرماح والسهام والنبال والحجارة والسيوف وشافته يجود بنفسه. قلت له أبو علي تقل له بحلب أمي علي. تمشي الكربلة لو ما تمشي وياي؟ والله بحلب أمي عليك بطل الونة ورفز رجل. يا حسين ولا تنفدي بالعمر لبدي وانا خلي اخويا. تراني تحيرت يا مهجتي